الصيام علاج مثبت له العديد من الآثار الإيجابية على كل عضو من أعضاء الجسم، وبالتالي تحسين الصحة العامة للجسم. لكن قد يكون للصيام آثار سلبية وخطيرة على بعض من الأشخاص المرضى، ومما يتعذر عليهم الصيام. تفاصيل أكثر في بلسم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي بلثم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة القرآن الكريم. مشاهدي الأفاضل، برنامج بلثم يطل عليكم طيلة شهر رمضان بمواضيع عدة ثرية وصحية تهمكم وتهم صومكم في شهر رمضان المعظم، وتحت شعار صوموا تصحوا. دائما ضيوفي الكرام معي لنستفيد ونفيدكم. أسعد باستضافة البروفيسور جمال الدين نيبوش، مختص في أمراض القلب والشرايين. أهلا وسهلا بك بروفيسور. شكرا. صح رمضانك، كل عام وانت بخير. هذه الدعوة، بارك الله فيكم. العفو. وأسعد أيضا باستضافة الدكتورة حموتان، نائبة رئيسة الجمعية العلمية للداء السكري. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتورة، وصحة رمضانك. صحة رمضانكم كامل، صحة للاستضافة. العفو. وأسعد باستضافة دائما الدكتورة زهرة كبير، طبيبة عامة دائما ترافقني في تقديم هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك أختي نوريا، ومرحبا بضيفنا الأكرم اليوم. إذن موضوع عدد اليوم، أو خصصنا عدد اليوم للأمراض المزمنة في شهر رمضان، هذه الفئة التي لها خصوصية في هذا الشهر المعظم، ومما لما يلحق رمضان تكثر أسئلتهم، وهل نصوم، هل متى يمكن أن نصوم، هل يمكن يؤثر علي الصيام بطريقة سلبية. أسئلة كثيرة تدور عليهم، لكن من رحمة الله على عباده أنه ربط شريعاته بقدرتنا على القيام بها، في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أليس كذلك دكتورة كبيرة؟ أكيد، بارك الله فيك. أكيد أنه دائما الصوم هو متاح لجميع الناس المسلمين، لكن هناك فئة كما قلتي ممكن يكون عندهم أمراض مزمنة كانت من قبل، أو ممكن ظهرت حتى في هذه الأيام، يعني صمنا 9 أيام من شهر الفضيل، وممكن كانوا بيصوموا وتعذر عليهم الصوم، كما كاين ناس اللي كانت تصوم من قبل كما العام اللي فات ولا العام اللي قبله، لكن هذا العام تعذر عليهم الصوم. لكن هذا اليوم نوضح، هذا ما يخلينا دائما أنه نكرر هذا الموضوع. على بالي هذه الأمراض المزمنة كاين بزاف يتناولوها، لكن احنا نحبوا أنه نكرر هذا الموضوع ونأكدوا عليه مع ضيوفي الكرام، لأنه بالك اللي ما كانش مريض العام اللي فات هذا العام راه مريض. نعم. هكذا باش احنا ننوروهم ونوعوهم، كله من أجل حفاظ على صحة المواطن. كذلك باش نقول لهم من هو الذي يقرر أن يصوم هذا المريض. أكيد. هل الطبيبة وهو بحد نفسه أو وناس ممكن آخرين؟ نعم. لأنه كل مريض على حدة، حتى وأخذنا نفس الأدوية، لكن كل واحد كيفاش يتعامل مع المرض ديالو ومع الدواء ديالو. أكيد أكيد دكتورة زهرة كبير، أكيد ضيوف الكرام راح ينورونا وراح يشرحونا أكثر ويندخلوا معهم أكثر في تفاصيل أكثر، لكن بعد هذا التقرير حول الأمراض المزمنة في رمضان فنتابع ولا نعود. تشكل الأمراض المزمنة حديث الساعة في شهر رمضان الكريم، خاصة من ناحية تناول الأدوية، فأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، ارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي وغيرها من الأمراض
تطرأ عليهم تغيرات كثيرة، بدءا بالنظام الغذائي واتباعا بالنشاط البدني وصولا إلى النظام العلاجي. فعلى أصحاب الأمراض المزمنة استشارة طبيبهم لتتبع تطور وضعهم الصحي ومدى قدرتهم على الصيام. حوالي 14 ساعة سيصومها الجزائريون خلال رمضان، أمر يوجب على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة التقيد بتعليمات الطبيب المعالج، وهو ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فهو المخول لتقديم الكيفية السليمة لتناول الأدوية حتى نتفادى تعقيدات الأمراض المزمنة التي قد يسببها التناول العشوائي والغير المنظم للأدوية. قد يتجاهل العديد توجيهات الطبيب لعدم الصيام، غير أن المضاعفات الصحية التي قد لا تظهر خلال رمضان تزيد من تعقيد الحالة الصحية للمريض بعد انقضاء الشهر. تطبيق رخص شريعتنا الإسلامية ونصائح أطبائنا كفيل أن يضمن استقرار حال المريض، لذا يجب عليه التفاهم. أجدد الترحاب بكم مشاهدي الأفاضل وبضيوفي الكرام. أبدأ معك بروفيسور، أمراض مزمنة عديدة ومتعددة، كونك مختص في أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين أكيد، حبينا نتعرفوا بداية عن أمراض القلب التي تنقسم إلى أقسام عدة، عرفنا عليها هكذا باش المشاهد يفهم القلب، أنه القلب يصيب الكثير من الأمراض، حددها لنا بروفيسور. نعم. نيبوش، القلب والأوعية فيها عدة من الأمراض عديدة جدا وكثيرة. نعم. أيضا فيها أمراض شبهات الخلقية في القلب، كارديوباتي كونجينيتال معروفة، حوالي 10% تنجم تروح حتى ل 15% من أمراض القلب. كاين فيها أمراض الكبار، هي أمراض نبضات القلب، ارتفاع أو يعني نقص في نبضات القلب، أيضا ارتفاع الضغط الدموي هو معروف منتشر جدا في الجزائر وفي العالم، حوالي 30% اللي راهم مصيبين في الجزائر بارتفاع الضغط الدموي. وفيه أيضا أمراض الشرايين القلبية التاجية، هما لي مالادي كورونير اللي معروفين، اللي يمدوا السكتة القلبية والصدمة القلبية، لا كريز كاردياك هي اللي تؤدي إلى عدد كبير ونسبة مئوية كبيرة جدا من الوفيات، وخاصة في الجزائر، وهذا مشكل كبير يعني الطب العمومي في الجزائر بالتكفل بهذا المرض، لان راهو مرض خطير جدا وموجود نتكلموا عليه يعني في شهر رمضان، يعني هو يعني مشكل في التكفل بهذا المرض. وايضا بعض من الامراض كالقصور القلبي اللي معروف، كما الكلى هو عندنا قصور قلبي، انسوفيسانس كاردياك، مشكل كبير وكبير جدا نتكلموا عليه اليوم في شهر رمضان. صحيح. وفيه بعض من امراض الصمامات اللي معروفه يعني، وامراض عضلات القلب عديده جدا كثيره، وفيها بعض من الخطوره. هذو هما امراض القلب. صحيح. والشرايين يعني امراض يقدر تكون منتشرة في الدماغ، الكلى، في الليمبز انفيريور، في كل يعني أعضاء المهمين في الجسم، هما الدماغ، القلب، الكلى، هادو ثلاثة. إذا كانوا مصيبين يكون الجسم يعني
كامله في خطر. في خطر، نعم نعم. احنا الان في شهر رمضان المعظم، يطرح كما قلت لك الاسئله عند هذا اصحاب المرضى المزمنه، امراض المزمنه، هل يمكنني الصيام؟ هل يطرح علي الصيام مشكله؟ نبداو بامراض ارتفاع الضغط الشرياني، متى يطرح على هؤلاء المرضى مشكل؟ يعني الصيام يطرح عليهم مشكل. نعم. متى؟ هذا سؤال مهم جدا، نعم، لان كما قلت هذا المرض منتشر جدا. صحيح. 30% يعني هي الفئه اللي اكثر يعني خطوره في في, في الجزائر. في الجزائر. نروحوا لها يعني مباشره. ارتفاع الضغط الدموي هو مرض مزمن اكيد، ولكن في اغلب الحالات صيام يعني مباح، يعني يجوز. نعم، مباح، يجوز، ما في حتى مشكل. ولكن في بعض الحالات، وهذا ناكدوا عليها، لان الجسم في الانسان ما نشوفوش مرض واحد، احنا كل واحد يشوف مرض واحد، يقول لك او عنده مرض السكر او عنده ارتفاع الضغط الدموي فقط او عنده هذا ما يقدرش يصوم. لا، لازمنا نشوفه كل الجسم. صحيح. لازم يكون كشف على كل اعضاء الجسم باش في هذاك الوقت نقولوا هذا الانسان يقدر يصوم ولا ما يصومش. الا كان انا يجيني عنده الضغط السكري، عنده ارتفاع الضغط الدموي، عنده الكسور الكلوي، مش فقط ارتفاع الضغط الدموي يروح نقول له ما تقدر تصوم، لا، لازم نشوف كلش كل اعضاء. ولهذا ارتفاع الضغط الدموي في حالات يكون مع امراض اخرى خطيره كالضغط السكري، نعم، وهذا لازمنا ناكدوا عليه. ما يجيش يقول لك انا عندي لا طونسيون نقدر نصوم، ويخلي مرض السكر وما يشوفش اللغام تاعو الا كان راهم بلوكي ولا لا. لا، هذا يعني نتكلموا بالفاظ يعني الجزائري باش يفهمهم، هذا لازم نشوفوا الجسم كامل باعضائه الكاملين باش نقدروا ناخذوا القرار. ارتفاع الضغط الدموي في بعض الحالات كيكون يعني غير مستقر، ويعني الحالات وين نشوفوا يعني يوصل الى 18 11 20، ويفوت 18 و20، نعم، هو يشرب أدوية ولكن مش مستقر، هذا الطبيب يدخل باش يعطيله الحالة مدة مستقرة باش تمكنه باش يقدر يصوم. نعم. مش مباشرة يقولوا شرب الدواء وبعد نشوفه، لا، هي لازم مدة 5 أيام إلى 7 أيام كيكون مستقر والضغط الدموي يهبط ويكون تحت 14 9، في هذاك الوقت ويكون مستقر في كل الأيام يقدر يصوم، لأن الخطر ينقص ويصوم، ولكن فيه بعض من الملاحظات في هذا في هذا في هذه النقطة. أكيد. ما يصومش، يصوم، ولكن نقول له باللي لازم تحادر على الملح. هناك سلوكيات نتكلموا عليه. نعم. لأن صحيح. الملح في رمضان مهم أكثر من السكر، ونفهمك على لماذا. صحيح صحيح. يقدر يصوم بعض الحالات، أن 90% يصوموا ما في حتى مشكل إذا كان ما كانش أمراض أخرى مع ارتفاع الضغط الدموي. وثانيا بعض من الحالات ما يصوموش إذا كان ما فيش يعني فيه يعني حالة مستقرة. نعم. هذا ما يلزم وجوب. نعم. استشارة الطبيب قبل. نعم. الصيام. أيضا بالنسبة لشريحة مرضى السكري، أكيد دكتورة حموتان، هناك ما يسمى بالتربية الصحية قبل أشهر من الصيام لدى هذه الشريحة. نعم. نعم. المريض يجب عليه يعني يروح لعند الطبيب تاعه. نعم. نقولوا لي ما عندناش مشكل مع المرضى اللي يجونا كل 3 شهور. كل 3 شهور يدير لي زاناليز تاعو على بالنا كيف راهي الكليه تاعو، على بالنا كلش. بصح المشكل اللي راهو عند المصابين اللي يروحوا 4 سنين 5 سنين ولا يروحوا كل خطره لعند واحد الطبيب.
ومن بعد كي يجوك يعني يطبطبوا في الباب يجوك سمانه قبل رمضان نقدر نصوم ما نقدرش نصوم ما نقدروش لازم نفحصوا يعني الطبيب يفحص المريض ومن بعد لازم ديمونديو لو ديزاناليز باش نشوفوا كيما قال لكم بروفيسور نيبوش ما نشوفوش المريض عنده مرض السكر وبس مرض السكر ومن بعد اسك عنده لا طونسون اسك عنده السمنه اسك عنده لا 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 كامل هذوك نشوفوهم باش نقولوا له لا تقدر تصوم وما تقدر تصوم والحاجه جديده صديق كانه المرضى تاع المصابين بداء السكر ميم اللي كانوا يديروا الانسولين نقدروا نقصوا لهم الانسولين نحبسوا لهم الانسولين في رمضان اللي يكون قبل رمضان نقدروا نخلوهم يصوموا. نعم أكيد أنتم الأطباء اتفقتم على أن السكري هناك أنواع، النوع الأول النوع الثاني، لكن أنتم الأطباء اتفقتم أن النوع الأول لا يصوم، لماذا؟ النوع الأول لا يصوم، بس الخطورة اللي عنده يعني أصعب، مرض السكر قاتل صامت ما يحش، وش يصرى له في رمضان؟ رمضان اسمها لانستابيليتي غليسيميك صادير يقعد فتره طويله السكر وطالع راهو خرج مسحور وبعد يبدا يهبط له السكر في 10 دقائق راهو رايح السكر يطلع له وين ياثر فيه وهاد لا فاريابيليتي غليسيميك يعني قبل الاكل وبعد الاكل كي تكون تطلع كل خطره هذه كي شغل راهي تدفع في البومبات في العروقات تاع الشرايين تاع الانسان وهذه سيتون كوز السكر هذه كي يطلع في لحظه واحد اللي عنده زوج غرامات قبل ما يفطر ومور الفطور ساعتين مور بدايه الاكل صادير يبدا المغرفه الاولى في فمه يحسب ساعتين بزاف اللي كل خور روحهم كيف يديروا يعير قبل الفطور بس قبل الفطور وهو يا وين راه الهابطه كامل تاع النهار لا غليسيمي لا بلو باس دونك يعير ما ينسى يعير ولا عير يسنى حتى كلا ويمسح فمه يبدا يحسب ساعتين يبان عاودوا نصيبوا له السكر راه هابط ويحسب هذاك هو نو السكر لازم نقارنوا بين قبل وبعد كي يكون كيفاش تكون المراقبه الشخصيه لقياس ولا معدل السكر في الدم لما يكون الشخص صايم يعني صايم يعني اللي نعطيله اللي مصاب داء السكر اول حاجه اللي مصاب داء السكر لازم يسحر كونديسيون سينيكون لازم يسحر ثاني حاجه لازم لوتو ميزور هذا لاباغي اللي نعطولهم اللي ما راهوش يساعدنا نعطولهم نخسروا لي باندلات وبلادنا اللي تخسر دراهم بزاف بدون فايده هاد لوطو ميزور لازم يعبر الوغ كيف يعبر سي قبل الاكل وبعد الاكل بكري يقولوا له عير قبل الفطور هما كاع يكلخوا روحهم يعيروا قبل الفطور يعير مور الفطور قبل السحور ومور السحور وعندنا الا خاف مع الاول سورتو اليامات الاولين احنا اللي ديابيتي نقول لهم لازم ياكل الكميه والنوعيه دائما كيف كيف صادير الفتيته تاع الخبز لازم تكون كيف كيف الطبسي ماشي نهار ياكل طبيسي ونهار ياكل طبسي كبير الطريقه كيف ياكل احنا نكونسيو لهم صادير يكون الشلاضه معاهم الوغ التعيار يحير ثاني على 12 تاع النهار علاه هذاك الوقت نقدروا نعرفوا اسك راهو هابط له ولا طالع له ويعير على 5 ثاني هادو هما لي زوغير اللي يقدر يعير فيهم السكر نعم. بصح لازم يستنتج منها نعم تفضلي كملي يستنتج منها اولا الى عنده قلت لكم واحد اللي مصاب داء سكر راهو في زوج غرامات وكي ياكل راهو زوج غرامات و60 ما راهوش في الخطوره كي الانسان اللي راهو 0.80 ومول الماكله يطلع 3 غرامات هذاك طلع وبعد يعاود يهبط يطلع في خلال شهر وكل عام كل عام هذا ياثر فيه بزاف هذا ياثر نعم وماذا عن النوع الثاني دكتوره متى يسمح لهم بالصيام ومتى يمنح لهم رخصه عدم الصيام النوع اثنين اللي يقدر النوع اللي عندهم الكاشيات بس كان اختلاف بالكاشيات كان الكاشي اللي ما يهبطلكش السكر هادوك يعني بلا ما نقولوا الاسماوات نعم. كان الكاشيات هادوك يعرفوهم المرضى تاعنا بون نقول لهم معليش نعم. باسكو هو ارخص دواء في السكر وانفع بصح كاين دواوات واحد اخرين انفع بس كل مصاب بداء سكر ماشي كامل نتشابهوا واحد عنده مشكل في البنكرياس تاعو واحد عنده مشكل في الكلوه تاعو واحد عنده
مشكل في العضلات انه العضلات ما يخزنوش السكر، كان يعني مشكل في الكبد. دونك الادويه ماشي كاع كيف كيف، ماشي غير الانسولين. الانسولين باسكو بزاف الناس يحسبوا عندهم غلوكوفاج كيطلع لهم سكر يروحوا الانسولين. انسولين المرضى تاعنا اللي يسموهم لي مالات تاع المينا، مينا ميدل انس اند نورث افريكا، حنا البلدان شمال افريقيا والخليج عندنا السمنه بزاف. صحيح. دونك الانسولين تسمن، والمشكل تاع الانسولين يقدر المصاب بداء السكر، السكر تاعو مام الى عنده ليموغلوبين غليكي، سي بوغ سا حنا نقولوا مام الى الهيموغلوبين غليكي هذاك المخزن تاع السكر راهو نورمال. عندنا زوج عباد، واحد يمرض بالقلب واحد ما يمرضش، بس كاين حاجه اخرى مور الهيموغلوبين غليكي، كاين هذه لانستابيليتي غليسيميك طالع وهابط. لازم السكر قبل الاكل يكون بين 0.70 الى غرام و 30، مور الاكل ساعتين يكون غرام و 40، الى هاج غرام و 80. علاه؟ باش ما يعيش الكلوه. هادو هما يعني سكيفو ريسبكتي. وصائم لازم يكون انسان العادي تحت غرام. اي انسان بعد 8 سوايع صايم ويروح يعير فوق غرام سك عنده ديجا البري ديابيت، والبري ما قبل مرض السكر. على بالنا درك بلي المام لي كارديولوج وراونا بلي لو بري ديابيت ديجا تقدري ديري قبل ما تدخلي بري ديابيت، تقدري تقعدي بين 6 سنين ل 12 سنه وراكي اون بري ديابيت، وديري لي كومبليكاسيون ماكرو فاسكولير ستادير الجلطه الدماغيه القلبيه والعرقيه بوشه في الرجل قبل ما تدخلي دون الديابيت. نعم. دونك هذه ديجا يقول لك سي ديجا ترو تاغ في هذيك الفئه. واضح دكتور. اخر مرحله في مرض هذا ميتابوليك يعني تاع السكر، اخر مرحله كي يطلع لك السكر هي اخر مرحله تاع هذا المرض. هذا المرض قديم من قبل، هي لانسولين نو ريزيستانس من قبل، ويمشي ويمد الاعراض على القلب. صحيح. كما قلت قالت الاخت. صحيح. اعراض الخطيره على القلب بالقلب. نعم. مصاب بالسكر قلب. عفوا فقط الشرايين على الهيموغلوبين غليكي اوسي كاين اللي ما يديروش لافانيس، تكون ممكن عنده انيميا واللي راهو متكلخ بالهيموغلوبين غليكي، المعروف انه السكر التراكمي هو راهو مرفوض على الكريات الحمراء، وبالتالي يقول لك بالك راهو ستابل 7 6 ونص. لازم الطبيب يقرا. كما قال البروفيسور لازم نشوف من الناحيه الاخرى، ومهمه جدا هذو اصحاب الانواع، انه كاين مرضى اللي يجوا في يصوموا يبداو يسمح لهم يعني الطبيب يصوموا يحسوا روحهم بيان، لكن في النصفيه تاع رمضان ولا 10 ايام من بعد نصيبوهم باللي جاوا في حالات يعني السكر تاعهم طالع ولا ممكن ارتفاع الضغط او حتى في انيميا. نعم صحيح. نرجع لك بروفيسور نيبوش، ونرجع الامراض او اصحاب امراض او مرض ارتفاع الضغط الشرياني، هذه الامراض اللي سمحتوا لهم انتم الاطباء انهم يصوموا، وشنو هما الاعراض التي يجب ان نلاحظوها في نفسهم ويجب ان يقفوا الصيام يعني ويفطروا مباشره؟ اولا اللي راهم يعني الصيام راهو مسموح يعني مقبول عندهم. نعم. ارتفاع الضغط الدموي تكلمنا عليه، الاعراض هي معروفه جدا. يكون ارتفاع حاد هو الخطير كما في السكر. ارتفاع حاد هو نصف في الودنين، الوجع وجع تاع الراس كبير بزاف بكثره هنا في لانيوك، هنا تحت الراس هنا يعني في لانيوك في الرقبه. نعم. ثانيا فيه نبضات القلب يطلعوا، يقول لك انا قلبي راه يخبط، وفيه النهجه تجيه النهجه، هذيك النهجه خطيره جدا لان راح يبدا قصور قلبي حاد. قصور قلبي حاد اللي يعيطوا لوابي كما يعني باش نعرفوا ان يفهم اخي المواطن، معروف هذا الوابي يقتل. والحالات الخطيره اللي راهم يجيونا الان من بدايه رمضان للان هو هذا الوابي، وكلمتنا في هذا رمضان. وهذا الوابي يجي ضيقة كبيرة في التنفس كبيرة جدا، ويخرجوا واحد الرغوات من فم، يعني ستنوايات ما يقدرش يتنفس وهذا الأسباب. أولا ارتفاع الضغط الدموي الحاد، ضربة واحدة طلع له لاتونسيون لأنه راه صايم والدواء بالك ما راهوش يشرب، لأن لازمنا نعرفوا علاش الطبيب اللي يعرف ساعات ما يشربش الدواء. تكلمنا على الملح، دوك نشوفوا الاسباب كامله. صحيح. فيها اسباب كثيره مش سبب واحد فقط. وهذا ايضا
ارتفاع الضغط الدموي مع قصور قلبي. هو عنده قصور قلبي، العضلة تاع قلبه ما رايش يعني تعمل بشكل جيد. نعم نعم، ما تحركش جيدا، وهذا ما يعرفش، لان سيانس اسيمتوماتيك ما يعرفش باللي عنده هذا المرض. هادو الزوج يقتلوا في رمضان، ولهذا الفحص نأكد بالفحص القلبي، نهضر على القلب، القلب فقط عند طبيب القلب شهر قبل ما يصوم. ولا راهو يتبع عند طبيب القلب يعطي له كيف يصوم الإنسان اللي عنده مرض القلب، كيف يصوم إلى كان الطبيب أعطى له الإشارة باش يصوم. هذا معروف، شهر من قبل يدير له فحص جيد ويعطي له إرشادات. إرشادات أولا على الأدوية، كيفاش يتناولها في شهر رمضان، فيه شروط. نعم، تقول لك نعم تنجم تصوم، ولكن ما هما الشروط؟ ماشي نصوم يعني هكذاك برك وما نعرفش كيفاش نشرب الدواء ولا نشرب الدواء كيما موالف، لا. هو ساعات نجمو نبدلو الدواء، نعطيو أدوية للفعالية تاعهم راح تفوت 12 سوايع أو 24 ساعة. كاين أدوية الآن نتاع ارتفاع الضغط الدموي اللي تفوت 24 ساعة من الفعالية، لهذا في رمضان هو يعني حالة جيدة. نعطيوها في السحور، يتناولها في السحور، يشرب الدواء حتى 24 ساعة، ولكن يقدر يزيد يشربها في السحور الثاني اللي جاي، ما يشربش خلاص الدواء. كان بعض الأدوية كل 12 سوايع، هي ممكن في السحور نزيدو معليش نزيدو ساعتين أو ثلاث سوايع حتى المغرب، معليش ما في حتى مشكل، نزيدو نشربو الدواء. يعني الطبيب هو اللي يعطي يعني الكيفية الصحيحة لشرب الدواء نتاع الأدوية، لو كالندري نتاع الأدوية، ويعطي له كل الإرشادات. تكلمنا عن الملح. نعم، نتحدث عن الإجراءات الواجب اتباعها. نعم، في لصوم آمن. ارتفاع الضغط الدموي وقصور القلبي. نعم، تفضل دكتور. هما اللي قلت لك الأكثر خطورة. نعم، هنتكلموا عن الملح، نقطة مهمة. الملح اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي 6 غرامات في النهار، ما يفوتهمش. نعم، ما يفوتهمش. الإنسان يعني العادي 10 غرامات ما يفوتهمش، ولكن احنا نتناولوا خاصة في شهر رمضان، وخاصة أختي الملح الخافي اللي مخبي كما نقولوا احنا، ما يبانش. نعم، اللي ما يبانش هو اللي راهو في الخبز. صحيح، نزيدو نتكلموا على الخبز، مشكل آخر. صحيح، اللي راهو في لي كونسير، اللي راهو في كل يعني كل هذا الأكل اللي فيه الملح ما يحسبوش المريض، يحسب غير هذيك المغرفة اللي حطها في الطياب. نعم، غلط، ان هذاك بلكوا في 20 غرامات 30 40. نعم نعم، يقول لك اني ناكل المغرفه تاع هذيك 6 غرامات 5 غرامات تاع القهوه، نحطها في صحفه ونملح بها الاكل. نعم، هذاك لازمك دير، ولكن كلش بلا ملح. الا كان دير لي زونشوا وزيد تاكل خبز مالح، وكما قالت الاخت لي غراتان والمصبرات نعم. المشكل تاع رمضان في وقت قصير جدا. صحيح، في وقت قصير، مش كما في مش في رمضان في الفطار على طول اليوم، يعني عندنا 12 سوايع احنا ناكلوا في الملح تدريجيا. انا في وقت قصير جدا، يشرب الشوربه بالملح، ياكل الخبز بالملح، يا الجواز بالملح، كلش بالملح، ويزيد هذيك يقول لك اني عندي المغرفه هاي تاع الملح يزيدها. يقول لك انا الطبيب قال لي 6 غرامات ما ديبا، و6 غرامات في وقت قصير. كيف تحبي واحد اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي ما يجيش للسبيطار ويجيو له عند الساعه تاع السبيطار؟ صحيح، كيف تحب اللي عنده يعني قصور قلبي نسونس كارتاكو ورجليه متنفخين، رجليه متنفخين، كيف تحب ما يموتش؟ اذا كان رجليه متنفخين ممنوع عليه يصوم، لانه راه في حاله خطيره، لان عنده قصور قلبي كرونيك يعني مزمن لازمو يحادر على نفسه
فقط الطبيب اللي يقدر يقول له صوم، فقط الطبيب. صحيح. بعد من المرضى يقول لك الطبيب قال لي ما نصومش، ولكن انا جربت جربت يصبح في السبيطار. ما يجربش الانسان، يقول لك انا نصوم 5 ايام الاولين ونشوف. نعم نعم. لا، هذا غلط كبير، لان تدي روحك للتهلكة، وخاصه القلب. القلب صعيب صعيب جدا، لان تدي روحك للتهلكة تقدر تموت. صحيح. وماتوا. صحيح صحيح. ولهذا نعم. نحاذر انا ونعطي كل المعلومات الان، يعني اخي المواطن اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي وعنده قصور قلبي لانسيفيسانس كارديك يحاذر على نفسه. ولكن في رمضان إذا كان عطى له طبيب يصوم راهو فيه شروط. نعم. ومن بعد حنا نتكلموا، لازمنا نخليو. نعم راح نتكلموا عليهم. نعم. كل الامور تدريجيا ان شاء الله. حنا نتكلموا من بعد كيفاش المعامله. صحيح. مع المريض، لان حنا ما نحتموش على المريض. صحيح. ونضغطوا عليه ونقولوا لازم هكذا، يجب ان تكون شراكه ما بين الطبيب والمريض. لازم. نعم. هذه نتكلموا عليها. نتكلموا عليها ان شاء الله باذن الله. دكتوره زهره كبير، كونك طبيبه استعجاليه وتحدثنا على حالات مرضى ارتفاع الضغط الدموي مع البروفيسور، وايضا حالات ارتفاع السكري في رمضان، هل يجوكم هذه الحالات بكثره في مصحة الاستعجالات؟ أكيد، أنه هنا دائما نتكلم على مشاكل الجهاز الهضمي، لكن كما قال البروفيسور أنه الآن مثلا على ارتفاع الضغط الشرياني. نعم. للهيبرتونسين في جونا جوست مور الفطور بعد ساعتين ثلاثة، ويقول لك أنا والفت نصوم وكي نفطر تطلع لي لاتونسيون ونجي عندكم باش تحبطوا هذه هنا. هذا هو المشكل اللي راهو فريمون، يعني حتى كطبيبه استعجاليه لما نبدا نوضح للمريض مثلا، هل رحت للطبيب ديالك؟ يقول لك انا عندي الدواء نشربو عندي 5 سنين، الدواء عندي 10 سنين، معناها انه ما على بالوش، ما كانش عنده تواصل مع الطبيب ديالو باش يغير له مثل كما قال البروفيسور الدواء ديالو، ولا مثلا عن طبيب السكري. وكاين امراض واحد اخرى اللي تكون خفيه، كاين امراض اللي تظهر في الايام الاولى من رمضان، هذا المريض ما عندوش غير لاتونسيون، يعني الى الدواء باش يمرض بليغا، الدواء تقول كأنه كان واجد باش يمرض. وكاين كثير من الناس اللي كان عندهم استعداد لأمراض الأيضية ولا المرض الميتابوليك جوست مور رمضان اللي تبان، سواء ارتفاع التريغليسيريد ولا الكوليسترول ولا لاتونسون ولا السكري. اما الناس كذلك اللي عندها مشاكل السكري، وكثير منهم اللي ثاني جونا بحكم انه الطاوله الجزائريه غنيه عن التعريف اكيد، وخاصه في شهر رمضان. نعميه وفيه. نعم. كل ما لذ وطا بالقلب اللوزلابيه وكلش، معناها انه حتى المريض كي نبدا نساله يقول لك انا لا ما كليت والو، كليت حبه قلب اللوز، ياكل حبه قلب اللوز حقيقه، انه تبيه ما كلاش الخضر، ما كلاش الشربه، ما كلاش الحاجه اللي فيها منفعه. وزيد كذلك انه يعطي قرار نفسه ولا لنفسه بنفسه، يقول لك انا نحبس الدواء تاع السكر عشان راني نصوم. يا اخي السكر يجي من الماكله، وهذا الاشياء اللي انا مغلطين فيهم بزاف ناس، انه السكر مش ما راهوش غير ماكله، الماكله راهي تزيد من المخاطر تاع السكري. كذلك الناس اللي بالانسولين ولا حتى بالاقراص، ولا ممكن الناس اللي مرضت في سابق يعني امراض الفيروسيه، والمعروف انه كي تكون امراض فيروسيه ولا حتى تكون التهابات يزيد في ارتفاع السكر. وكذلك انه هنا هذا الناس كيفاش راحين نعالجوهم؟ اكيد كما قال البروفيسور انه لازم نديروا له حصه توعويه اولا، لكذلك نوروا له كيفاش يعاود يولي للطبيب ديالو، لانه راني انا طبيبه اللي نحيلوا مرحله الخطر ولا نشوف اذا كانت حاله استعجال يعني حاليه. كذلك كاين نقطه اللي بروبليم دو ابي ولا المشاكل اللي تكون. صحيح. كما قال البروفيسور تاع حنا كي نسمعوا راح يكون فرق ما بين الطبيب، راح يميز ما بين خيزدازم والوابي. لكن كثير من الناس اللي هي قاعده في المنازل، وعلى بالك البروفيسور كاين اقتناء تاع ليزايغوسول، دونك يقول لك بالك عنده لا كريز دازم ويديروا ليغوسول ويخليه، من بعد يجيبوه سيانوزي يعني في الدقيقه الاخيره اللي ممكن يعني نضيعوا هذاك المريض وممكن يتوفى. نعم. لكن انا حبيت نقول انه حقيقه انا هنا في الحالات الاستعجاليه ربي سبحانه الى كتب وقدر انه تكون حاله ارتفاع ضغط، او لكن ليس يوميا، انه فقط في هذاك اليوم نمدوا له رساله توجيه الى الطبيب المختص، وبعدها راح يقرر اكيد الطبيب هل يغير له الدواء ديالو ولا يعني يواصل في الصيام او يقطع كامل الصيام. نعم واضح دكتوره كبير. دكتوره حموتان، كان تحدثنا بروفيسور على تناول الادويه لاصحاب مرض ضغط الدم ارتفاع الضغط الشرياني، ماذا عن مرض السكري اللي مسموح عليهم الصيام؟ كيف يكون تناول الأدوية خلال شهر رمضان؟
كاين الادويه اللي كيما الدواء تاع لا طونسيون يشد غير 12 ساعه 6 سوايع، هذوك ما نخافوهمش، يقدر يشرب مع الفطور، قبل الفطور كاين دواء اللي يشربوا قبل الفطور، في وسط الفطور، بعد الفطور، كاين اللي يشرب دواوات يعني طريقه تاع الدواوات دائما قبل رمضان نبدلوا لهم، لازم نقصوا لهم في الدواء. مام في الانسولين لازم نقصوا له في الانسولين، سورتو الانسولين البطيئه الفعاليه نقصوا له ب 30% ونشوفوا ونعطوا له عنده لوتو ميزور يعني لاباري هذاك باش يعبر المريض ويشوف السكر تاعو. كان لي يعني المشكل تاع المرضى تاعها مش كما المشكل تاع المرضى تاعنا. حنا النموذج تاع عين دفله بديت في 2007 ندير ايام تحسيسيه توعويه غير وحدي هكا مع الطبيبات، بدينا نغب الميدسان نديرو 5 خطرات في العام، وزدت لا راديو عاونتني بزاف لا راديو لوكال، والدراسه اللي تخرج نروح للخارج نجيب دراسه عبالك وين لو نيفو ديدوكاسيون تاع عين دفله وللمراه كيف تدير الرياضه. وعندي غير انيماتريس شيف دو سيرفيس تاع لا ريانيماسيون هي تجي تقول لهم شوفوا الخطوره تاعكم تبدا تخوفهم، عندي الكارديولوج تخدم معايا، عندي توجور لي ميم ميدسان ديروا كل عام ديروا هاد وهاد الخطره على بالك وزاره الصحه الوعي. وزاره الصحه لا اوبليجي كامل لي بولي كلينيك صافي رحنا قرينا لي ميدسان قرينا لي ديتيسيان اون ا فيو الناس اي سون بلوز انتريسي لي ميدسان لي انفيرميي توعاو اون بلوس كامل لي بلوز بلانش لا بلوبار عندهم سكر لا بلوبار سوايلا ماشي هما ولادهم دونك بلوس اون ايليف لو نيفو دانستركسيون هذه السلاح ضد مرض السكر. دونك لا ريجون تاعنا حنا كي نقول لهم ما تصوموش ما يصوموش دونك اون ا موان دو كاتاستروف. هادو سي دي ديابيتيك لوبيتال كيس كي روسوا يسوفري سبيطار باسكو سي دي مالاد راح هنا وبعد راح هنا وبعد كاين نروحوا لعند طبيبه طبيبه ما تقدرش دير كلش الوغ كلي مالاد كرونيك لي موالفين الحمد لله. باغ اكزومبل بي ديابيتيك ولينا وين خدمنا انا زوج تاعي جراح كان اون 2000 كنا لي بي ديابيتيك سيرفيس تاعو تعمر اون ا بلو دو بي ديابيتيك كل عام نقروهم ديروهم لي زاتولي بالك كونتروليو يعني ومام صيام رانا نخدموا. وهذه اللي قلت لك الوزاره الصحه دير دي جورني بارتو دائما نجيبوها ما شاء الله مثلكم دكتوره هذا باش يعني يا دي شوز كي بوج يا دي شوز كي شوز لازم نكملوا يد في اليد نعم ونديروا اليد في اليد الوقايه دائما خير من العلاج. الخطوره تاع السكر عفوا اسبوع تحسيسي قبل رمضان اللي كانت تحدثنا عليه ايضا تحدثنا عليه وكان يعني من ولا انا كنت في هذاك البرنامج مدت 7 مانيفيستاسيون 15 يوم قبل رمضان صحيح. الوغ الخطوره في شهر رمضان كي يهبط السكر الوغ يهبط السكر كي يهبط السكر عند المريض يقدر نورمالمون صباح كي نوض عير السكر تاعو سيفو 0.70 ما يصومش ما يقدرش يصوم علاه باسكو راه رايح يزيد يهبط له سورتو بزاف مصابين بدا السكر وسخنا حنا اللي عندهم السكر يديروا لانسولين بلا لانسولين سمنه يحسبوا بلي كي ما يصحوش راهم رايحين يشيانو هي لا بلوس اون 10 مينوت دو روبا يخلوا روبا واحد الجسم تاعنا يسمي اون ايتا دو ستريس ينخلع يقول لك لازم نخزن له الوغ اللي كلا في الفطور كلش ينخزن داكو دونك الناس يسمانو وين الفطره وين يشيانو سي 10 ايام الاولين مي باش يديروا كان بزاف اللي يحبوا يديروا ريجيم باش يشيانو في شهر رمضان فيها خطوره باسكو واش يشيانو سي لا فونت موسكولير سي لي موسك اللي يروحوا يذوبوا هذه على السكر كي يهبط كي يهبط الخطوره وين راهي انه السكر كل ما يهبط العرق يدير ان فازو كونستريكسيون هذيك لا فازو كونستركسيون اون جينيرال لي ديابيتيك درك على بالنا بلي كي يخرج مكرش مو ديجا عنده ان هيريتاج ان باجاج اتيروجين ديجا عنده العرق راه مبوشو مبوشي يعني عنده الكوليسترول لاصق هذه لا فازو كونستركسيون تخلي يعني ما كاش لي فهمنا كيما بروفيسور ني انا كيف نفهم المرضى تاعي البروفيسور ني بوش بيان سور هو اللي قراني قرانا يعني كامل يعني يعني الله يبارك يعني الفضل تاعو سي بوغ سا رانا دونك لا فازون كونستركسيون عند لي ديابيتيك لي ديابيتيك يهبط السكر توت شويت عندنا هرمونه وحده اللي تهبط السكر عندنا لا كونت ريغولاسيون يجوا واحد الهرمونات واحد اخرين يطلعوا السكر باسكو هذاك الانسان يريسك يموت في اللحظه هذيك السكر كيطلع نموتو دي زاني ابخي لي كومبليكاسيون مي ليبوغليسيمي نقدر نموت تما البروميير سين نجوع عندي جوع كاين دي سين اللي ما يقدروش مع كي قدام السكر تاعهم ما يحسوش كي يهبط لهم السكر دونك لا فامي دو اوبسيرفي هاد لو ديابيتيك يصفار يبدا يعرق
يبدا تبوزي له لا كيسيون ما يبداش يهضر يبدا يدير دي موفمون هكا يدير دي موفمون لا السؤال تسقسي السؤال ما يريبونديش لازم نجرو قبل ما كاش الجلوكومتر معليش حطوه رقدوه وعطوا له الحلو لا بغات كان 4 غرامات نطلعوا له اكثر معليش مي الميور سي نكونفيرميو بلي السكر هابط دونك هذا الهبيط هو اللي يدير المشاكل في القلب انه العرق تاعو ناقص من الماء سورتو لا ما شربش بزاف الماء لا انسان كبير دونك ينسى بلي يشرب الماء دونك ليبر فيسكوزيتي تعدم ويصرالو هاد ليبوغليسمي دونك ليبوغليسمي نولو المرضى تاع القلب بوغ صح حنا لي ديابيتي كامل نخدمو مع لي كارديولوج ما كاش لا طونسيون القلب سي دي كونترول عنده ميم صحيح يدير لي سبور عنده خطره في العام خطره في عامين يروح يشوف بس كاين دي شوز اللي راهم مخبيين ويبانوا عند اذا وجوب هناك يجب ان تكون هناك شراكه ما بين الطبيب والمريض يعني باش يتقبل وجوب او عدم الصيام لازم الطبيب انه يفهمه ويشرح له كل المضاعفات اللي ممكن انه تصرى له بعد يعني او لو انه الصيام ممنوع عليه لكن صام يعني هل تشوفي انه وجوب هناك الشراكه او وجوب تفهم فهم الطبيب للمريض انه يفهمه في عدم الصيام لازم كان الاطباء يعني احسن اطباء صح ما يعرفوش يسافوا با ترانسميتر ما يعرفوش لازم نعطوا الوقت وليدوكاسيون سانيتير ليدوكاسيون ثيرابيتيك غادي نفهموا لهم الدواء نفهموا انا نديسيني ورق هاو لي ستوما تاعك هاو القلب تاعك هاو العرق تاعك هاو نفهم واش الخليه الانسولين من تخرج علاه ماشي ماكشي غير الانسولين كان الجلوكاغون فهم المريض لازم نفهمو باسكو لو بيغ سي المريض تفهمي له ما يفهمش مره الاولى لازم نعاودو وحنا لا بلو با نفهمو لهم خطره دير سبور خطره دير ريجيم يا برين دوا برك هاوي السكر طالع نزيد alors que des fois c'est des hypoglycémies يهبط السكر وموراها يطلع والهيموغلوبين جليكي تطلع وما نفهموش زيدوا نطلعوا لي دوز انسولين والمريض ما ياخذش 5 كيلو يسمن ب 25 كيلو سورتو المريض لي لو بوا مهم عند المصاب داء السكر لازم دائما كونترولي لو بوا باسكو يسمن بكيلو ديجا رانا نعم اذكركم مشاهدي الافاضل انه يمكنكم التواصل معنا وطرح استفساراتكم وكل اسئلتكم عبر هذه الارقام الظاهره على الشاشه من حين لاخر وايضا على صفحتنا في فيسبوك صفحة بلسم. دكتور نيبوش أو بروفيسور نيبوش تحدثنا عن ارتفاع الضغط الشرياني نتحدث عن الجلطة القلبية بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أكيد شريان القلب هو أيضا يمكن له أن يحدث له انسداد مما يسبب جلطة قلبية من هذه الفئة يمكنه الصيام؟ نعم هذا مشكل كبير لأن الجلطة القلبية أظن باللي تقصدون السكتة القلبية يعني لا كريز كاردياك يعني لانفاركتوس دو ميوكارد نعم هذا من أخطر أمراض القلب عدد الوفيات عالية جدا توصل حتى 40% هذا صدمة القلبية ألم كبير في الصدر يجي يزير يروح يعني لاماشوار انفيريور يروح الدرعين لازم انسان الى عنده هذا الالم يروح مباشره الى مش مصلحه الاستعجالات العاديه ولكن مصلحه الاستعجالات القلبيه مباشره باش ما نضيعوش الوقت لان الوقت هو المهم جدا عنده 6 سوايع باش نحلوا الشرايين تاع القلب وهذه الحالات في رمضان يعني موجودة جدا للأسف ما قبل رمضان تتحضر لي ما قبل رمضان اللي دار سكتة قلبية هل يقدر يصوم في بعض الحالات لا إذا كان دار جلطة قلبية أو صدمة قلبية أو سكتة قلبية حليل ودينا له ستانت هذاك الغصوغ دوك ندير غصوغ نحلوا القلب وديروا غصوغ لداخل عنده علاج خاص باش هذاك الرسور ما تكونش فيه جلطة أخرى اللي تسدو واللي في حالة كارثية ولهذا هادو الأدوية نجمو نهضرو عليهم بلافيكس ولاسبيرين مع بعض يمشيو لازمهم عام كان اللي
كان بعض من الحالات نمدوهم 3 شهور 6 شهور، ولكن انا نقول عام يعني بجميع العام ما يلزموش يصوم، لان هذه الادويه مهمين جدا يتناولوا لهم الصباح، ولكن لازم القلب يكون في راحه عام كامل ما يقدرش يصوم حتى يعني العام الاخر باش هي الامن فتره لانه نعم. يصوم نعم لانه يخلي القلب يصوم، لان فيه يعني في القلب فيه النيكروز، كان فيه مضرب مات، لازم لا سيكاتريزاسيون تندار، لا سيكاتريزاسيون لازم يخلي القلب في راحه، هو لازم راحه تامه 3 شهور في راحه تامه ما يخدم الاخر يمشي، لكن يمشي في حركات ولكن فيه 3 شهور راحه. نعم واضح بروفيسور، سامحني كاين اتصال فقط نستقبلوا اتصال من بعد نكملوا الفكره. عندنا سميه من الاغواط. الو نعم اخت سميه السلام عليكم. اختي صاحبه تقصيت يا نعم تفضلي. حاجه ما عندها نعم. عامين من جهه السكر عامين نعم وعندها 83 عام بصح راه كي سكرها مريض معناه هذاك الماكله ناقصه ما تاكل شي لا ما تاكل شي زي نعم راهي تصوم راهي تصوم رمضان راهي تصوم نعم عندها عامين من جهه بصح ما تاكلناش تعرفي كاع ما تاكلش ناقصه في الماكله تاعها نعم تحبي تسأليها سؤال؟ ما يطلعلهاش معناها انا نقراو غرام و84 غرام 80 ما يفوتش غرام 80 اخت سميه راح تسألك الدكتوره سمعي ليها قولي لي شحال المخزن تاع السكر الهيموغلوبين جليكي تاعها شحال ستي اخر الهيموغلوبين صافي عندها انت ميس قالها راكي مليحه راني قد لا قولي لي لازم انت يا راكي شويه واعيه على امك لازم تفكري للرقم 7% 9% مانيش متفكره الرقم شحال بصح الانترنت كي دار لها التعيارات تاعها راه عندها واحد الشهر اقل من شهر قالها راكي مليحه معناها بصح هي ما قالهاش تصومي لا تفطري قال لي اذا لقيتو هابط السكر ولا طالع فطروها معناها نعم واضح صح هي راه ما تبقاش تصيم انا راكي عارفه الكبار ما تبقاش حبت تصوم نعم واضح الكيلا تاعها الكيلا التعيار تاعها تاع الكيلا لازم هذا الطبيب وتسالوه تعيارات تاع الكيلا تاعها راهي مليحه الى تحرك الكبده تاعها هذو ملاح اي بدك الماكله ناقصه ما تاكلش خلاص المشكل تاعها انها قالت لك ما تاكلش وما تشربش ثاني ما تشربش وكيفاش راهي تحس روحها في رمضان اسك تسحر ولا لا اسك راهي تتسحر يعني راهي تتسحر سحور تاخذ تناول وجبه ما تصحش بزاف ما عرفتش ما وفي طيله يوم يعني تاع الصيام كيفاش راهي تحس روحها تروح على بال حتى وفاش لا لاباس تقعد تصلي طيب عندك ساعات تبعد تصلي قاعده ساعات نعم نعم ايه مشكوره راني خايفه منها بحال على المضاعفات على كلها على نعم نعم مشكوره اخت سميه شكرا شكرا راح تجاوبك الدكتوره من بعد ان شاء الله نجاوبوها نكملوا مع البروفيسور فقط في الفكره اللي كنت نهضروا على اذا كان فيه يعني جلطه خفيفه نعم وما درنالوش ستانت وما كانش يعني وكي درنا له لا كورونوغرافي هذاك عمليه القسطره وشفنا يعني شرايين تاجيه في القلب مش مسدوده ويكون حالة تاعو مستقرة إذا كان دار قبل 3 شهور قبل الصيام هذه السكتة 3 شهور من قبل يقدر يصوم، ولكن إذا كان دارها قبل 3 شهور ما يقدرش يصوم لازم يسنى حتى يفوت الحال وتكون فيه يعني استقرار في القلب باش يقدر يصوم، وهذا كل شيء هذا الطبيب هو اللي قرر نعم. الطبيب هو اللي قرر نعم. المريض ما يقدرش يقرر ما يقدرش يقرر، ولهذا يعني تكون تشاور يعني ايجابي بين الطبيب والمريض والمريض وما يكونش فيه يعني ما نحتموش على المريض باش يصوم، يعني يكون فيه يعني قرار مشترك. مزدوج نعم. مع المريض ونحاولوا كيفاش يعني
ما نضغطوش عليه، نحاولوا يعني كيفاش نفهمه كما قالت الاخرى، نديروا له لي شيء مع نفهموا كيفاش الخطوره كيفاش، ونقولوا له بربي سبحانه ما قالش هذا الشيء، وراح يعني تدي الحاله تاعك الى التهلكه. وكاين يعني نقدروا نعوضوا شهر رمضان ما بعد، وشهر رمضان يعني ليس فقط صيام فقط، فيه يعني بل فيه قيام، فيه صلاة، فيه حلول. نعم نعم، دائما فيه حلول. حلول يعني باش الإنسان يعني يقدر يعني يتفادى هذه المشاكل، مشاكل والمضاعفات، المضاعفات الخطيرة. يوم قلت لك القلب، وخاصة السكتة القلبية هذه صعبة، صعبة جدا، وإلا كان جات سكتة أخرى راي تعدي تقضي على المريض. وثانيا السكتة القلبية متعلقة بالسكتة الدماغية، يعني مرض واحد. وهذا يعني الإنسان ينسى باللي يقدر يدير سكتة دماغية أخرى، وكان اللي صارت لهم داروا السكتة القلبية وزادوا من بعد داروا السكتة الدماغية، يعني لما ما تبعوش يعني إرشادات متاع الطبيب. ولهذا نقول ونأكد مرة أخرى غير الطبيب، ولازمكم تتصلوا بالطبيب. كاين بعض من الحالات ما يشوفوش الطبيب، صحيح، يديروا قرار وحدهم ويقول لك انا راني نسرح بروحي يعني في حاله عاديه وحاله يعني مستقره. ولكن الاخت كما قالت قبيله كاين بعض الامراض الخافيه ما يبانوش، يبانوا في رمضان، صحيح، يبانوا في رمضان، يبانوا في رمضان، ومن بعد يقول لك انا هذا المرض هذا ما كانش عندي كيفاش جاني. ولكن انت اللي عطيت له يعني كل الوسائل باش يبان، باش يبان وباش يمدك في يخليك في حاله يعني مستعجله وفي حاله خطيره. نعم، لتدي حتى الموت. نعم واضح. هنا حبيت نتكلم على موضوع يعني ما تكلمناش عليه. تفضل. الماء، الماء اللي يشرب الماء يعني السكريات اللي تهضر عليهم الاخت متكلفة بالحمودان. نعم، نشكرها على حضورها اليوم. الماء، الماء في يعني في نتكلموا دائما على أمراض القلب. نعم، كما السكر، إلا كان شربنا الماء يعني الشربة هي ماء، إلا كان شربنا الماء ضربة واحدة وش يصرى الإنسان؟ الجسم تاعو نشف في رمضان، لازم الماء، لازم، ولكن لازم الماء تدريجيا اللي عنده قصور القلبي خاصة. ما يشربش الماء ضربة واحدة، إلا كان شرب واحدة نديرو نيد غاطاسيون غابيد، ضربة واحدة كيما لا بيرفيزيون تحلها، فهمتني، والماء داخل في الجسم تاعك، واش يصرى؟ القلب يفشل، ما يقدرلوش، صحيح، ما يقدرش الماء كي يكون بزاف يشرب بزاف الماء، ما يقدرلوش قلبه، قلب يفشل، يبدا القلب يخبط. لان راهو شرب الماء ضربه واحده. انا نشوفوهم يشربوا قرعه تاع الماء في ساعه واحده، يقول لك اني عطشت. لا، لازم تدريجيا نص كاس تاع الماء كل نص ساعه بالعقل في السهره، ويزيد يكمل، يزيد يكمل. هذا اللي عنده مرض القلب، هذا مهم 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 جدا. الرياضه، انا نشوف بعد من يديروا الرياضه قبل الفطور. نعم صحيح، رياضة قبل الفطور ما كان حتى مشكل، اللي يكون صغير تحت 40 سنة ما كان حتى مشكل، لأن الجسم تاعو صحيح ويقاوم. اللي كان رمضان مقاومة، صعيب رمضان، صعيب مقاومة، ربي سبحانه دارها لنا مقاومة، ما دارلكش حاجة يعني اللي فيها حاجة سهلة، لا، مقاومة باش اختبار نتاع الإنسان. إلا كان زيد ربي يعطاك مقاومة وزيد تكمل على الجسم تاعك بمقاومة أخرى، هذا غير 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 منطقي. ولهذا اللي عندهم أكثر من 40 سنة، وخاصة اللي عندهم ما يديروش الرياضة قبل الفطور، يديروها من بعد الفطور. بعد الفطور، بعد التراويح، يديروا رياضة خفيفة، يقدر يجري شوية مليح، ما عليه حتى مشكل، ولكن يديرها كي يكون الجسم تاعو في راحة. هذا واش حبيت نعطي من إرشادات. نعم، أيضا هناك مهم. نظام غذائي يجب أن يتبعه أمراض الجلطة القلبية أيضا. نعم، نظام غذائي في رمضان إذا كان يعني قررنا باش يصوموا يعني لازم يأكلوا تدريجيا. أنا هدرت لك على الماء، هدرت لك على الملح، حتى الأكل يأكل أكل خفيف خفيف،
ايضا ترتيب الوجبات ايضا راح تهضرنا عليه، باش ما يكونش ارتفاع يعني السكري. اذا كان عنده مرض السكر ضربه واحده يطلع له لا 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 من 0.80 الى 3 غرامات. لهذا تدريجيا هو لازم نديروا ان كولاسيون. هي واش لازم المريض اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي قصور قلبي ان كولاسيون ليجير، لازم حاجه خفيفه. نقولوا هكا بكري يشربوا قهوه حليب ما نديرش فيها السكر، قهوه حليب خفيفه يعني ان كولاسيون ليجير، كما يعني الصباح البتي ديجني كولاسيون ليجير. نبداو هكا باش الجسم نحضروه باش ناكلو، يستنى ساعه ساعتين ومن بعد ياكل. يعني ماشي ضربه واحده، يعطي له الماكله كل الماكله اللي لازم، الملح المشروبات وخاصه المشروبات اللي فيهم السكر، ومن بعد يكمل بالقهوه. والقهوه يستعمل قهوه يعني بزاف القهوه، وزيد التدخين ما هضرناش على التدخين، كان اللي راهم يدخنوا من بعد. يعني هذه حاله مام الجسم يكون ماشي مريض يمرض. صحيح يمرض. يعني عندنا عادات مش مليحه في رمضان. صح. ايضا النوم بعض من البلدان ما ياكلوش كيما احنا، بعض البلدان ياكلوا تدريجيا. صح. يديروا ان كولاسيون كيما بتي ديجني ويسناو ويتغداو كيما يتغداو وتعشاو. عندنا بعض المناطق في الجزائر ايضا هذا واش لازم ارشادات اللي نمدهم، وخاصه اللي عندهم يعني مرض القلب وارتفاع الضغط الدموي. نعم واضح بروفيسور. نعم تفضل. كاين كيما كاين ليبرتونسون كاين ليبوتونسون ثاني مع الماكله كيما تفضلت. نعم. وقلت نعم كي ياكلوا على ضربه تقدر توضح لنا. كاين بزاف يجونا يقول لك في الاستعجال حطت لي لا طونسون بورتون كليت بزاف. كي ياكل بزاف واش يصرى؟ يا اون فازو ديلاتاسيون، هذا اللي ما عندوش ارتفاع الضغط الدموي. يا اون فازو ديلاتاسيون لا طونسون تهبط، لان ما نقدروش نكيلوا لا طونسيون من بعد الماكله، لان معروفه باللي لا طونسيون تهبط كي ياكل بزاف وكل شو تتنفخ ويكون في يعني فيه ايضا في المعده فيه اضطرابات كبيره. اكيد هي لا طونسيون تهبط له، يجي الاستعجالات يقول لك هبطت لي لا طونسيون. يعني لو كان نشوف الاستعجالات تعرف الاخت في رمضان اكثر من الفطور. نعم وهذا يؤكد يعني يؤكد مرة أخرى باللي في رمضان ما راناش نطبقوا الإرشادات نتاع الأطباء تاعنا، ما راناش نطبقوا، ما كانش اللي يطبق. والمشكل من بعد أو جاي العيد، وفي العيد ما راحينش نطبقوا أيضا الإرشادات في السكريات في كلش، لأن في العيد إلا كانت أنت تكون صايم كل الشهر وجي يوم العيد وزيد انت يا ضربه واحده تبدا تشرب في القهوه، وضربه واحده تشرب الماء، وضربه واحده تشرب الماء مع السكريات، وتزيد هذا كل السكريات اللي راهو تشرب، ومن عائله الى عائله وانت تاكل في السكريات ضربه واحده راح يزيد مشكل اخر. نعم. مشكل اخر صعيب. ولهذا لازمنا نحاضروا المواطنين تاعنا هذه كل المشاكل، احنا اطباء ونعطيو الارشادات اللازمه. نعم. باش ما يكونش هذه المشاكل. أكيد. والحمد لله هاي قتلك مع الارشادات هاي نقصت في لو بي ديابيتيك عندهم الارشادات هذه فعاله. انا نقول لك فعاله. أكيد. ونشكركم على هذا اللي راكم ديروه. شكرا. مش لان احنا يا رانا نعطيو ارشادات للشعب الجزائري. نعم. باش ما يكونش ما يكونش مضرور. نعم. باش ما يكونش مضرور ولازمو يطبق. نعم. ويتبعنا باش يكون يعني في حاله. أكيد يعني اكيد واضح بروفيسور. نيبوش دكتوره حموتان كانت سالتنا المتصله الاخت سوميه، قالت انها امها في عمرها 83 عام، عندها عامين يعني ملي اكتشفت اللي عندها السكر، وراهي تصوم رمضان لكن تعاني من انها ما تاكلش في وجبه الفطور وجبه السحور، يعني ما تاكلش بكميه كافيه. وشنو هو الحل يعني؟ هذه عندها عامين. الا النوع الاول اللي نقدروا يوم فلاني بدا السكر، النوع اثنين جامي نقدروا، باسكو اللي النوع اثنين يقدر 10 سنين 15 سنه مقبلها هي عندها مرض السكر. والمرحله اللي قابل مرض السكر هذه كامل كما قال لك سي التيرمينوس تاع يعني السكر هذا كي يجي يدخل اي ديجا عندها عرق مبوشي راهي ديجا وما تحش
انه المشكل في المصاب داء السكر كيجيه جلطه دماغيه ولا ما يحس لهاش باسكو الاعصاب تاعو اللي يخلوه يحس ما يحسوش دونك يدير دي زيدام سيلونسيو. دونك هاد المريضه اللي عندها لاج لاج تاع فاكتور دو ريسك ديبيستاج وي الوغ عندها 83 سنه الوغ عندها النوع 2 النوع 2 كومباري النوع الاول ما عندوش بزاف الخطوره. عندنا لا دوري دو ديابيت كيكون اقل من 10 سنين نعرفوه فوق 10 سنين ثاني راهي في خطوره. ومن بعد نشوفوا لي جوست ابري دو لي زيبوغليسيمي اسك ديجا هبط لها مرض السكر. كاين الناس اللي يهبطوا لهم كيهبط لك ديجا كاين اللي يهبط له كل سمانه ابدا ما لا هبط له عنده كل شهر ثاني راهو في خطوره ولي هبط له حتى الدواء لي زورجونس هذوك نورمالمون ما نخليهمش يصوموا. ومن بعد كاين الحاله الكلى كي تكون كاين واحد الكالكول اللي نديروه لا كليرونس على كريال كي تكون فوق 60 راهو مليح تحت 30 راهو في خطوره. ومن بعد لازم نشوفوا يعني باش نكملوا نشوفوا كامل اسك صرا لها ديجا طلع لها السكر وين دخلت السبيطار وهذا كامل هذا هو اللي يسموه لو سكور لو دا كان تريس فاكتور هذا نورمالمون باش يعني نريبونديو لها هذا هي. ومن بعد المريضه تعرف هادو نكاستيونيو المريض ومن بعد شحال من نقط كيما ليبوغليسيمي ديجا تعطي 6 بوين وحنا فوق 6.5 ديجا راهو ذو خطوره دونك ديجا نكلاسيوها هذه كبيره ما تاكلش ما تسحر. وقلنا المصاب بداء السكر الكونديسيون تاعو يسحر يسحر لازم ياكل ياكل مليح سينو ما تاكلش وتعبر روحها تقول لك راهي مليحه تفا يعيروا خطره زوج خطرات خلاص حسبوا بلي ساهي راهي مليحه دونك التعيير لازم تكمل. انا عليها هذه اللي عندها 83 سنه جو بريفير هكا من البعيد ما شتهاش قريب وشت لي زاناليز جو بريفير ما نخليهاش تصوم. فقط حبيت نضيف نقطه سمحي لي دكتور بالنسبه لك قالت 83 سنه هنا اللي ثاني نزيد نقول من هذا المنبر انه كاين ناس كبار وكبيري السن هذو يقول لك انا ما نفهمش انا ما نعرفش نقرا ما قريتش ما نعرفش كيفاش ندير الانسولين ما نعرفش كيفاش معناها الاصطحاب واحد من ولادها ولا ولاد ولادها احفادها ولا واحد من الجيران يعني واحد يكون قاري شويه ويعرف على الاقل يجي معاه سواء في رمضان ولا حتى خارج رمضان باش كذلك نمدوا له هذيك التعليمات ونوعوه. واحد كبير ما يصومش وحده في الدار لانه يقدر يصالو كما قال فوز الجفاف ولا مشكل اخر اللي يقدر يؤدي الى واضح خطوره كبيره. دكتوره كبير يصادف يوم الغد 2 أفريل هو اليوم العالمي لمرضى التوحد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الحاجة لمساعدة وتحسين نوعية الحياة للذين يعانون من التوحد. فنتابع هذا الروبورتاج حول مرض التوحد ولنا عودة للنقاش في الموضوع. يعاني أطفال التوحد كباقي الأطفال من عدة مشاكل صحية قد تصيبهم، لكن مع طفل متوحد يكون التشخيص والفحص صعبا نوعا ما. أطفال التوحد يعانيوا من أي مرض يجي لأي طفل عادي، يعني يقدر يمرض بلونجين لا غريب يقدر يمرض أي مرض يقدر يصاب به هذا الطفل المصاب باضطراب التوحد. الفرق هو انه الحاله الاولى حتى مع الاطفال العاديين اطفال كيكونوا صغار ما يهضروش يعني المعامله تاعنا تكون مع الاولياء وخاصه الام اللي تشرح لنا واش شافت في الطفل تاعها وحنا بصفتنا اطباء اخصائيين في طب الاطفال نعرفوا كيفاش نروحوا لهذاك الطفل وهذاك الشيء اللي تشكي منه الام نعرفوا وين توجهوا به في جسم هذاك الطفل وكيكبر الطفل واللي يحضر يقدر يحكي لنا حاجات يعني. ولكن اطفال المصابين باضطراب التوحد معظمهم ما يتكلموش ولا كي يتكلموا ما يفهموش مليح صافي. حنايا نتعاملوا معاهم كالطفل الصغير اللي مازال ما هضر
وفي هذاك الوقت اللي كيكبروا هاد الاطفال حنا ديجا في لابريزون شارج تاعهم كنا نعتنيو بهم، نعلموهم هاد الحاجات، نعلموهم جسم الانسان، نعلموهم وشنو كي تروح للدونتيس، وشنو كي تروح للطبيب، وشنو الالم، وين يجي الالم، وكلش نعلموهم هاد الحاجات كامل اللي كنقلبوهم. ومن بعد كيجي على اي الم كنقلبوه، نزيدو نستفادوا من داك الوقت باش نشوفوه اسكو فهم الشرح اللي كنا نشرحوا له كي كنا نعتنيو به. خاصيه في الاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد هو انهم اي تغيير في الكومبورتمون تاعهم لازم يخلينا نحوسوا عليه، يخلونا نحوسوا. يقدر يكون مريض بالاذن ولا مريض بلاغوش تاعو كلش، حنا ما نفيقوش وما يهدرش، بصح حنا نقول لهم دائما كي يكون التغيير هذاك فجائي في المعامله تاعو ولا في النوم تاعو ولا في الاكل تاعو ولا تمتم، لازم الطبيب يفحص هذا الطفل باش يشوف واش اللي خلاه يتغير هكذا بصفه فجائيه. ساعات عند اطفال اضطراب التوحد هذوما يصرى وين يولي شويه عنده كومبورتمون اللي يقباح فيه، يولي يضرب مثلا، نقول لك ماشي مال في يضرب اليوم او يضرب خاوته ولا يضرب اللي معاه في لاكريش ولا ساعات يلحق وين حتى يضرب روحه باسكو ما يقدرش يفهمنا هذاك الالم اللي هو عنده، دونك يضرب روحه. حنا نقولوا لها لوتو اغريسيفيتي، هذه لوتو اغريسيفيتي، ما كاش طفل اللي يضرب روحه هكذاك برك، يضرب روحه باسكو عنده اون تونسيون داخل ما قدرش يخرجها باسكو ما يهدرش، باسكو ما قدرش يشرح الالم اللي عنده داخل. إذن مشكور الدكتور حوبي على هذا الشرح الجميل والمفصل لتشخيص وتكفل بحالات مرضى التوحد. أكيد الحمد لله في الجزائر دكتورة كبير عندنا أطباء مختصين يتكفلوا بهذه الحالات وين يحاولوا جاهدين تحسين نوعية حياتهم وأيضا تشخيص حالتهم. نعم، حالة التوحد يعني حتى نشوفوا باللي راهي في تزايد، يعني هذه حقيقة، لكن دائما ممكن يكون التشخيص في الأول ويقدر يتأخر التشخيص، وهذا يعود كذلك للأبوين. كنا نشوفوا أولادنا أنهم راهم يكبروا، راهم يضحكوا، راهم يدوروا، لكن كاين بعض النقاط ينتبه لهم فقط الطبيب. كاين في بعض الحالات يجيبوهم لي على الشك، مثلا احتقان الحلق أو مثلا حساسية، حتى نبدأ نلاحظ أنه هذا الطفل عنده بعض الاضطرابات السلوكية، وتشخيص دياله هنا والتوجيه هو توجيه عند الطبيب المختص لابيدو بسيكياتري. دونك هنا كثير من الناس يقول لك أنا علاش نديه للطبيب هذا، ويدوه سواء لتحسين النطق عندها أورتوفونيست ولا حتى بسيكولوج. لكن التشخيص الأولي يكون عن طبيب مختص في الأمراض العقلية للأطفال فقط باش نشوفوا هل هو مكتسب او يعني زاد به هذا التوحد. نعم، احنا راح نخصصوا عدد ان شاء الله شاء بعد الله. شهر رمضان لهذه الفئه، نجيبوا ضيوف يكونوا معنا يشرحوا لنا كيفاش نشخصوا هاد المرضى، وايضا الاعراض، يذكرون الاسباب، يذكرون الكثير من الامور. دكتوره حمودان، قلتي انه حبيتي تدخلي كاين دور الغدد عند المراه الحامل. كاين بيست بلي اللي كي يعيش الطفل في، على بالكم الوراثة يعطيها الأب والأم، يديروا الطفل. الطفل يبقى 9 شهور في بطن الأم، وفي القرآن يعني ربي سبحانه وتكلم هدر المرأة كيف، يعني المرأة المرحلة الأولى تاع يعني اللحم، اللحم أصعب فترة، أنه الغدد يجوا الغدد المرأة يبدلوا كامل، تتبدل، تقدر تكره، تقدر تبدا تشم 400 خطره كيما الذبانه شحال من كيلومتر تشم، الا كان بوزلوف الا كان دواره، بس لا ميم شوز. المراه يهيجوها الهرمونات، دونك يعني مرحله تاع المراه تري امبورطون. سي بور سا نقولوا لها المراه يعني سورتو لي زوتيست كاين اون بيست يقولوا لها في انترا يوتيرين، لازم المراه واش تاكل، كيف تخمم،
ما تشوفش لي فيلم دوغور، ما تشوفش تقرا بزاف القران، باسكو سي لا ميديتاسيون. لا ميديتاسيون الخشوع هذاك سا لوي ليس تستيمولي لو باراسيمباتيك لي زورفون لي زورمون تاعها سي لوندورفين. لي لونتوراج تاع المراه الحامل يفو ريسبكتي لا فام اونسانت، باسكو المراه الحامل هذه المستقبل، سي تيل كي بورت لافينير. وراهم كاع عندهم دي سيندروم ميتابوليك، ستادير لا 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 جينيراسيون فيتور تجي كاع بلي مالادي اتيروجين، بلي مالادي من القلب، رانا نشوفوهم في البطن يدوجوا يبداو لها الامراض. دونك المرحله نوش نكونسيي المواطنين تاعنا، المراه الحامل عندها الفطره تاعها فو ريسبكتي لا فام اونسانت. شفنا درك بلي واحد الغدد يضروها، وسورتو كي تولد. هنا ربي سبحانه يقول لك الحمل المراه حاوله حاول. علاه؟ باسكو ثلاث شهور بعد ما تولد الذري مازالوا معلق مع الام. الذري تحطوا في البيت، هي اللي زعفانه في الكوزينه يبدا يبكي. داكوغ؟ كاين دي كاين، وهذيك لا بيريود هذيك الهرمونات تاعها يهبطوا. دونك لو ستريس هذاك كي ترضع راهي تولد لو كورتيزون نورادرينالين، الادرينالين كاع يفوتوا. سي بور سا ميم كيما حنايا كي ناكلوا الدجاج، الدجاج جامي تجيبو دجاجه مضروبه، باسكو الدجاجه مضروبه راه لا ستانيتا ستريس الدجاجه هذيك. دونك راه سبورسا نقول احنا في الدين تاعنا كيف تذبح والاخرى ما يذبح، كي تذبح واحد ما يشوفش لانيمال الاخر. سي توت اون هذه تدير هذه لوتيزم انترا اوتيرين. كاين لوتيزم فيرتوال، راه يجوني الاولياء الام عندها مرض ولا دي فوا الاب يجيب الطفل يعطي له تليفون باش يسكت لها تليفون. سي دي زونفون وين نحب ذراري، بالك انا ذراري الحياه كاع نحب. الوغ تو تويت لي زونفون دايوغ، انا لي زونفون ديابيتيك جي كاع درت لهم سبور درت لهم، مي هاد لوتيزم على بالك يشد نهضر معاه لوغ وليدي تقرا يلي ابسون. صحيح يلي ابسون. حين نفصلوا اكثر ان شاء الله في العدد المخصص لمرضى التوحد. عندنا اتصال محمد من تمراس. السلام عليكم اخ محمد. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام والرحمه. صح رمضان وشكرا. الله يسلمك جزيلا، وشكروا قناه القران الكريم اللي نتبعوها. العفو. وطبق جزاكم الله خير. العفو بارك الله فيكم. زهره كبيره دائما نستفادوا منها، وانا يعني كيما يقولوا وفي القناه تقريبا من سنه من لحت القناه من سنه 2009 وانا نتبعكم. يعني ما شاء الله. نعم سعيدين كثيرا بمكالمتكم واتصالاتكم. حبيت اسال الطب نتاع القلب. انا عندي عام تقريبا عام وعام وشهرين ولا هكا درت عمليه كيما يقولوا القيصريه، يعني لقاو عندي عرق مبوشي عرق كبير وشرحوا لي، دوك راني نتبع الادويه والحمد لله على كل حال يعني ما شاء الله. لكن حبيت زعما علمات على الاكل، واش ناكل واش نسحر، وكاين عندي مشكل القولون احيانا، راني نسحر لا بالماء والتمر. يعني كان نصيحه وارشادات، وفي الاخير واش نقول لكم؟ جزاكم الله خير والله يبارك فيكم والله يحفظكم وشكرا. نعم وضح لك هو سمعته دار عملية قسطرة. نعم على كان عنده عرق مبوشي وعندها عام وشهرين. عام وشهرين من اللي عمل هذا، لكن حب يعرف واش ياكل في السحور. وهو راه يتسحر بالماء أولاً سامحني فقط حاب نقول له بشفع عليك ان شاء الله وبارك الله فيك على هذا السؤال اخ محمد. بشفع لي على هذا المريض ان شاء الله. ان شاء الله هو راهو اظن صائم. علاش نسالوه؟ نعم لو ما راهوش راهو ربما انقطعت المكالمه. لا هو صايم مباشره. هو نعم ربما انقطعت المكالمه لكنه يسمع في الاجابه. عمليه القسطره داروا له عرق نظن ستاند هذا اللي تكلمنا عليه، ولكن ما كانش عرق واحد في القلب، كان يعني شرايين اخرى تاجيه. لازم نشوفوا الشرايين الاخرى كيفاش راهي، يعني ما نقولوش عرق سرحناه، لكن نشوفوا يعني ما نعرفش الملف الطبي تاع هذا المريض. صحيح. لازم نشوف ملف الطبي تاعه، نشوف ايضا هل عنده امراض اخرى. أكيد. يعني كذا السكري ك يعني قصور كلوي. ولهذا اذا كان ما عندوش هذا الشيء فقط، يعني العرق هذا برك فقط اللي حلوه والحمد لله، واش لازم الارشادات؟ احنا تكلمنا على الارشادات. السحور لازم ايضا، السحور يعني هو عنده الماده الدسمه
هذاك الكوليسترول اللي كما نقولوا احنا الشحم وكل يعني المواد الدسمه الزبده الجبن الفروماج هادو يتخلاهم في رمضان. ينجم ياكلهم بعد رمضان يعني ب يعني قليلا ولكن في رمضان يعني يتخليهم لان الجسم تاعو راهو في يعني هو راهو يقول ان يتسحر بالموت مر فقط لا لا هذا فقط لا لا موت مر لا لا امر خطا يتسحر ياكل شويه شويه طعام ما في حتى مشكل لازم يغذي روحه الماء فقط والتمر ما يغديش روحه واذا كان عنده مرض القلب يزيد يعطي مضاعفات لازم لازم هو حنايا واش نعطيو ارشادات شويه طعام مع التمر يجي مليح شويه البن ولا كاش حاجه يعني الا كان ما عندوش ارتفاع الضغط الدموي ولا مع الحليب شويه حليب خير من الماء فقط ولازم يشرب الماء والادويه تاعو يشربهم في السحور لان عنده بعض الادويه يتناولهم لازمهم يشربهم مع السحور ولا عنده دواء هو سيليستاتين اللي يهبطوا ماده الكوليسترول يشربوا على 9 تاع الليل ونزيد اخي المواطن إلا كان يعني باش تفطر أفطر تدريجيا ما تشربش الشربة ضربة واحدة تدريجيا دير بتيت كولاسيون وريح بتيت كولاسيون وريح تقسيم الوجبات نعم تقسيم وجبات في 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 من فترة الفطور إلى السحور واضح يا بروفيسور وراح توضح لنا أكثر ولازم لازم نأكد على حالة على نقطة مهمة ما تكلمناش عليها تفضل بروفيسور هو يعني النوم أكيد النوم مهم جدا وخاصة في رمضان عند اللي عندهم مرض القلب وارتفاع الضغط الدموي يكون يعني نوم غير كافي نشوفوا الكثير منهم يكون نومهم غير كافي غير كافي والنوعية ما تكونش مليحة صحيح لازم يكون راح إذا كان نوم باش يفا ريكوبيري كلش واش داروا في اليوم وكان في اليوم يعني كان في 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 حاله يعني صعيبه تاع رمضان لازم هذا كل هذا الشيء لازمو في 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 في, في النوم لازمو يريكوبيري كلش هذيك كل هذه الاشياء الا كان ما ريكوبيراش في النوم ما يقدرش يريكوبيري صحيح واضح بروفيسور نيبوش يفشل يفشل واضح. يفشل تمام واضح شكرا لك بروفيسور نيبوش عندنا سؤال جانا على صفحتنا في الفيسبوك بلسم تسال هذه مريضه ربو تقول هل السؤال يتعلق بالبخاخه سواء هي تستعمل الزرقاء ربما هل يمكنها استعمالها بشكل عادي وقت الصيام بدون ان تكون مفطره دكتوره كبير بالنسبه للناس اللي عندها امراض الربو وهي كاين نوعين يعني من البخاخات ونوع يعني واحد كامل يشمل كل الانواع اما البخاخه الافونتولين هي زرقاء ما عندها حتى مشكل في حتى في اليوم ولكن هذه المعروف انه البخاخه الزرقاء ما تستعملش طيله السنه عندها فتره فقط معينه كي تكون اون كريز معناها الى كانت حكمتها النوبه وكثير منهم تحكموا من نوبات عند الصوم دونك تقدر تستعملها في اريحيه ما كان حتى مشكل لكن اذا كان انتغاز ولا كان عندها مشكل لازم تروح للاستعجالات اللي لازم لها بعض البخاخات يعني البنيه والبخاخ اما البخاخه الاخرى نعميه كاين اللي نمدوها لهم يديروها في السحور ويديروها في يعني في الليل معناها اغلبيتهم تكون في هذه الفترتين اما اذا قاموا بها في اليوم مثلا اللي عندهم بخاخات كاين الوان عديده البنفسجية ولا هي فيها نوع من الكورتيكويد اللي فيها يعني للضرورة تقدر تستعملها لكن هي مفطرة معناها تستعملها في السحور قبل يعني السحور وفي الفطور هنا ما فيهاش حرج نعم هناك أيضا سؤال آخر عن القصور الكلوي قال أنا أعاني من قصور كلوي حاد هل يمكنني الصيام؟ أكيد أنه ما يقدرش يصوم بحضور الأطباء ولكن خاصة إذا كان دار حاد نعم حاد حالة مستعجلة نعم ولا ما يقدرش يصوم يعني ما نقدرش نأكد هذا يعني بمئة بالمئة ولكن لازم الملف الطبي لازم ملف طبي لازم فحص طبي لازم نشوفه لماذا عنده قصور كلوي هل عنده بعض من الأمراض أخرى ولازم ملف ولازم فحص شامل متاع هذا المريض والقرار يجي من بعد نعم واضح البروفيسور نيبوش راح نتحدث على الجانب الغذائي مع دكتورة مصلوح فاطمة الزهرة في ركنها غذاؤك الصحي
فلنتابع التي ستحدثنا عن النظام الغذائي لأصحاب أمراض المزمنة، فلنتابع. الإنسان اللي عنده مرض مزمن يقدر يصوم، وإنما بعد استشارة الطبيب المختص تاعو. لازم أسابيع قبل شهر رمضان يتجه للطبيب تاعو، الطبيب تاعو يكون يعرفه ويكون عنده الدوسي ميديكال تاعو، ويعرف الإنسان هذا يسمح له أنه يصوم ولا ما يسمحلوش أنه يصوم. وجبة السحور مهمة بزاف للناس اللي عندها أمراض مزمنة، باش تعاون هذاك الإنسان أنه أولا يأخذ الماء الكافي والمغذيات الكافية اللي تخليه ينقص من حدود خطر عليه خلال فترة الصيام. ووجبة الفطور تانيك لازمو يعرف وينقي وش راح يأكل، باش ما تاني كيف ما يعرضش الجسم تاعو للخطر. الأمراض المزمنة، عندي مرض مزمن نعرف واش ناكل. مثلا الناس اللي عندها داء السكري، داء السكري هنا يا انسان راح يبتعد كل البعد على الاكل تاع الحلويات، على المشروبات الغازيه، على العينه كومبلا، على المكسرات بكميه كبيره. ناكل مكسرات ولكن بكميه معقوله حبيبات برك. نشرب الماء بزاف، هذا انسان عنده داء السكري. نبتعد كذلك على عصير الفواكه. إنسان مثلا عنده ارتفاع ضغط الدم، ينقص الملح في الماكلة تاعه قد ما يقدر، يبتعد عن الأجبان المالحة، ما يحاولش أنه يصحر بوش بقالوا البارح على وجبة الإفطار، يحاول أنه يمشي شوية مر الوجبة، بعد الفاكهة على الوجبة الغذائية. لازم ديما نخلي وقت ما بين وجبة الإفطار والديسير، ما نروحوش ناكلو الديسير قبالة مر وجبة الإفطار، على خاطر هذا الشيء تانيك راح يخلق نشاط تاع البكتيريا تاعنا في الأمعاء تاعنا، وتمدلك أن بالون مولي غاز. الناس اللي عندها مثلا قصور كلوي تعاود تبتعد على البروتينات، تنقص من البروتينات. البروتينات مصادرها مختلفة، كاين بروتينات مصدر حيواني، بروتينات مصدر نباتي. البروتينات اللي مصدر حيواني هي اللي الإنسان يسي ينقص. المهم أنه الإنسان يحاول ما يحسب معدل البروتينات تاعو ما يتجاوز 0.8 غرام في الكيلو تاع الميزان تاع الإنسان هذاك، دونك ياخذ نسبه قليله تاع البروتينات. اللي عندهم الغده الدرقيه ما يروحوش ياخذوا ملح الهيمالايا. دركا نسمعوا بزاف الناس تقول لك انا ناخذ ملح الهيمالايا يعاوني باش نقص في الميزان، يعاوني على احتباس الماء، نقص من احتباس الماء. ملح الهيمالايا راهو ماهوش منصوح به للناس اللي عندها مشكل تاع الغده الدرقيه. وهادو الناس كاع لازم يشربوا الماء بزاف. الانسان باش يحسب كميه الماء اللازمه للجسم تاعو يدير 40 مليلتر فوا الميزان تاعو. كل كيلوغرام من الميزان تاعنا يحتاج 40 مليلتر من الماء، ويحسب طحنا على الاقل اضعف الايمان لتر ونصف من الماء. الانسان عنده مرض مزمن لازم تكون عنده درجه وعي كافيه باش يعرف باللي هو الجسم تاعو ماهوش يعمل بنفس الطريقه تاع عند انسان ما عندوش مرض مزمن. دونك ما لازمش يعي الجسم تاعو ولا يعطيلو حاجات اللي حتضرو. دونك الانسان يسعف نفسه، لكن انا عندي مرض قصور كلوي نقص في البروتينات نزيد في الماء، لكن انا انسان عندي مشكل في الضغط الدموي تاعي نقص في الملح. ما لازمنيش نشوف واش ياكلو ياكل انسان ما عندوش المشكل الصحي اللي عندي ونتصرف كما هو. لازم نكون واعي، والناس اللي معايا تانيك تسعف شويه ودير لهم سيتي فور وتحاول انها تحط في بالها باللي كاين انسان قاعد معهم اللي عنده مرض مزمن. مشكورة دكتورة مصلوح فاطمة زهرة على كل هذه النقاط والمعلومات القيمة التي تقدمها لنا دائما في هذا الركن. دكتورة حموتان كانت قالت دكتورة مصلوح قالت أنها يجب هناك أن يكون تعاون مع كل العائلة من أجل هذاك المريض اللي يعاني من مرض مزمن معين، يعني باش يكون في صحة جيدة. وش رأيك دكتورة؟ المريض اللي مصاب بداء السكر كيكون واحد في العائلة، الجدة عندنا 50% النوع 2 50% المرض راه رايح يجي بصانه بديت، يعني كان يجيبوا لي الجد
في ميم با 5 سنين يجي الاب ومن بعد يجي الولد. الوغ سي بور سا درت هذوك الايام تحسيسيه توعويه باش نحبس بور كولتيفي لا ريجيون. درنا ميم يعني بور حنايا عندنا في ولايه عين تفلم ما يشربوش بزاف الغازوز، ينقصوا في القلب اللوز، ينقصوا يعني الثمار تاع لي جورني هذوك. ليس فقط المريض فقط. العائله الوغ العائله او كونترير عبالك في رمضان سي اللي حبينا نربحوا نفع صومو تصحو سي صومو تصحو سي كوا سي انه عندنا الجسم تاعنا كيصوم الخليه تاع كامل الجسم تاعنا تعيش بالسكريات السريعه سكرابي داكو. عندنا وين راهم مخزنين؟ راهم مخزنين في الكبده وعندنا في العضلات. دونك رمضان ندير باش نصومو باش المخزن هذا يجدد، وكي يجدد نقصوا الكبده يبان الالتهاب اللي راهو في الكبد لانفلاماسيون اللي راهي في الفوا كوز دو لوبيزيتي. حنا ما راناش كيما الاوروبيين عندنا السمنه بزاف، سمنه تاع البدن. دونك لازم نصحرو وناكلو، ما ناكلوش كامل الحلو. علاه؟ باش نخلو الجسم تاعنا نعودو نديرو لاسيتون. هذه لاسيتون سي كي كاين واحد الرائحه الصائم تشم ريحه نصيبو الانسان كي يكون صايم. النتيجه هذيك تاع لاسيتون كي نكون صوم مليح سي ما ناكلوش الحلو، ما ناكلوش شحم ليدان بزاف، باسكو سينو الجسم تاعنا يروح لتما وليو يروح لهذاك المخزن لازم يجدد. اون دو تو نيتواي بور نيتواي، ما لازمش ناكلو الحلو، ما لازمش ناكلو مالح، ما ناكلوش ليدان بزاف. دونك هذه هي الصحه. الوغ الناس اللي راهم يعني اللي ياكلوا بزاف ما ينفعوش صيام هذاك كاع، ما راهوش ينفعهم. صحيح دكتوره. دكتور وبروفيسور نيبوش ايضا تحدثوا على اللي عندهم امراض اضطراب في نبضات القلب، ايضا هناك او يقدم لهم دواء ضد تخثر الدم، اكيد هناك اكلات ممنوعه على هذا المرضى. نعم، هو في تخثر الدم فيه يعني بعض من الاكل ويتخص بادويه خاصه يعيطوا لهم لي زونتي فيتامين كا معروف بالسنترون، يعني معروف هذا جدا. هذا في رمضان اذا كان يعني مقبول عليهم يصوبوا لازم يكون فيه يعني فحص اولي قبل رمضان باش نعرفوا ما يعني ماده السنترون اللي راهم يستعملوها. وليانير معروف هذا ليانير يعني التحليل اللي يعني تابع هذا الأدوية. وفيه بعض من الـ 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 الأكل اللي يتخلوا عليه. أولا لصلاد سلطة الخضرة لديتو. ثانيا لسيريال معروفين أيضا. ثالثا الكبدة ما يأكلوش الكبدة. ثالثا بعض من الاكل اللي فيه لا فيتامين ك يعني معروف. نعم يعني تكلمنا على لي سيريال والخضر. خضر يعني ينقصوا بزاف الخضر. هذا الاكل راح يمد لهم وخاصه في رمضان ليانير تاعهم راح تنقص. نعم ويجم يكون مشكل فلانتيكواغولاسيون. فلانتيكواغولاسيون يعني راح نعالجوا هذا الانسان باش تخطر تاع الدم ينقص. نعم. اللي عنده مرض يعني لازمو التخطر تاع الدم ينقص بكثره. نعم. خاصه اللي عندهم هذوك لافالف لافالف تاع الحديد في قلبهم، هذيك الخطوره اللي اكثر. نعم. هذه هي نعم بروفيسور نيبوش. طيب نحن لحقنا الختام هذا. نعم. العدد، نصيحتك الأخيرة للمشاهدين يعني باختصار. نصيحتي الأخيرة. نعم. رمضان هو يعني شهر العبادة. صحيح ما رناش يعني شهر الأكل. وخاصة للمرضى. العبادة كما قالت لا سبيريتواليتي لا كونسنتراسيون مع ربي سبحانه. راح الإنسان الجزائري تنفعوا بكثرة باش يصوم. نعم. إذا كان مريض تنفعوا ما يغلطش. نعم. هي العبادة هي الأول، ما يغلطش. نعم. على الشيء هذا. صحيح. ثانيا. نعم. كي يجي يتبع إرشادات تاع الطبيب تاعو. صحيح الطبيب تاعو هو اللي يعطي له كل الإرشادات. صحيح. ما كانش خير من الطبيب.
صحيح. شكرا لك بروفيسور. ايضا دكتوره حموتان نصيحتك في عجاله فقط الاخيره للمشاهدين. يعني انا ما هدرناش على المراه الحامل والمراه المرضعه، اكيد راح نحسوا عليهم ايضا في ربما الاعداد المقبله ان شاء الله من رمضان. يعني المراه الحامل والمرضعه مليح ما تصومش، سورتو الا عندها مرض السكر. نعم راح نفسروا في اكثر في ويعني كلوا صحيا لازم نبض، رانا عندنا بزاف المشكل تاع السمنه، عندنا بزاف مرض القلب، نكونوا صحيا باش تربحوا صحتكم. صحيح. شكرا لك دكتوره حموتان. دكتوره زهره كبير نصيحه في عجاله. نعم الى ما رحتوش الاستعجالات في هذا الشهر القادم معناها صمتوا صح. الحمد لله. يعني شكرا لك دكتوره كبير. شكرا لكم ضيوفي الكرام على هذه المعلومات القيمه اللي قدمتوها لنا اليوم، ان شاء الله يكونوا استفادوا مشاهدينا الافاضل. شكرا لكم مشاهدي الافاضل على حسن متابعتكم. صحه فطوركم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.